أهلا بكم من جديد. قرر اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية لتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذي من السيدات بالمحافظات، وذلك بمركز التنمية المحلية بسقارة لتأهلهم لتولي المناصب القيادية من رؤساء مدن ومراكز وأحياء وسكرتارية عموم ومساعدين بالمحافظات. في أيضا قانون حدود المحافظات، أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن عرض مشروع قانون ترسيم حدود المحافظات على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري تمهيدا لإقراره بداية مارس القادم، مؤكدا أن إصدار